اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وتحديدا من دبي. عايز اقول لكم الفيديو بتاع النهارده تعالوا نشوف ازاي تقدروا تشتروا اي حاجه موجوده في دبي بواحد درهم بس، والمكان ده محدش يعرفه خالص، فخليكم وشوفوا الفيديو للاخر. يلا بينا نبدا باهم الحاجات المستخدمه يوميا. تعالوا واحد درهم، واحد درهم عليهم اثنين درهم مش واحد. شوف everything يا جماعة. هنيجي أول حاجة طبعا على اللي هي الحاجات دي، هتلاقوا العلبة منها بواحد درهم بس، طبعا المية بواحد درهم بس، دي مش حاجة أكيدة يعني، لأن المية معروفة في كل مكان اللي هي بتكون أرخص حاجة. ولكن لو هنيجي هندخل في الأهم، وهو ده بقى اللي هو المسحوق درهم برضو نفس الكلام. لو أنتوا عايزين ده اللي هو السوس برضو نفس الكلام بدرهم، وعشاق الاندومي اين انتم؟ يبقى انواع كتيره، والراجل حب طبعا يفصل الكاميرا شكل اللي هو حب التصوير بس مش مشكله. فدي انواع الاندومي بدرهم نفس الكلام، في بقى منها اللي هو باللحم البقري وبي اللي هو الروبيان، واهم حاجه بالخضار، بس اكيد مش هتبقى احسن حاجه يعني، وخصوصا اللي انا عشان ما بحبش الاندومي، فعلشان كده حبيت ان انا اقول لكم بلاش تجيبوا الاندومي. هندخل اهم حاجه دي بقى اللي هي المكسرات، والشخص برضه مصمم اللي هو لازم يتخانق مع صاحبه اللي جنبه. ف معجونه اسنان، لو انت ما بتغسلش اسنانك لازم تشتري دي، وتشتري كمان معاها كده انت ما عندكش حجه. الفرشه والمعجون 2 درهم بس، الواحده بواحد درهم. فعايز اقول لكم يعتبر الحاجات دي ببلاش، لان انا مستحيل اكون فعلا من ساعه لما انا جيت على الامارات لحد يومنا هذا حسيت ان المكان ده لقطه. فبجد شكرا لفكره صاحب هذا الشخص اللي هو جابنا على هذا المكان. فهتلاقوا في الديسكربشن اللي هي القناه بتاعته، تبقى تدخلوا تشوفوا برده الفيديوهات بتاعته. ولو هنيجي برده هنا هتلاقوا برده كل الاقسام اللي موجوده هنا، اي حاجه بتاخدها وانت مغمض هتدفع عليها درهم واحد بس. يعني انا خدت مثلا حاجه من هنا مش عارف دي ايه درهم، حطيت ايدي برده من هنا هتلاقوها برده بدرهم، بس مش عايزين نكسر الحاجه. شباب هذا بواحد درهم بس، في مكان ثاني ب 7 درهم و 8 درهم، علشان ده مش نافع هذا الكل معايا بشيلها. انا بقى مستغرب له اللي ازاي البسكوت ده كله بدرهم، اما الشوكولاته دي برده بدرهم، ولكن في حاجات من اللي هي يعتبر المقاطع مالناش دعوه بيها، نفس الكلام معمول عليها عرض بدرهم واحد. فتتخيلوا الشوكولاته دي كلها بدرهم، يعني انت كانك بتشتري حاجه بسيطه قوي، بس هنا فعلا الاسعار لقطه. فعايز اقول لكم يلا خلينا نكمل ونشوف باقي الشوبينج والسوبر ماركت. مال هنا بالعشاق الناس اللي تحب الفواكه الاسيويه، هذه شباب 6 درهم بس، 2 6 درهم. هذه 10 درهم، شويه غالي الاسعار مرتاح. شوفوا الفواكه كل موجوده لهنا، ما تستحقوش تسافروا حتى بلاد تاخذوا كل شيء من هنا، الاسعار معقوله برضه. هذه 12 درهم شباب. طيب انا حبيت طبعا ان انا ابدا ونشوف المانجا واسعارها، ولكن الحب الحاج اللي جنبي ده يشتري مانجا فعلا. فعايز اقول لكم اي بتاع مانجا هنا حاجة، تعالى خد تعالى مانجا استوائيه دي 100 100 100 100. فشايفين هو بيمسك المانجايه بيعرف يجيب اجلها، اذا كانت هي صاحيه نايمه، اذا كانت بتتاكل ولا ما بتتاكلش. وراح فين؟ الله ده طلع بس ايه بيشبع بطنه قبل ما يشبع لسانه. تعالوا تعالوا بص هنا بقى، ده التفاح، ده اللي هو التفاح. التفاح هنا عامل كام تقريبا؟ يدوق على الدواء ده ولا مش الدواء، ولا يجوا يضربونا احنا مش في مصر. يلا سمي الله وقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خد يا صاحبي سم بالله، والله مش خساره فيك، انت لسه بتصور. بس هو ده يعتبر سوبر ماركت. الى هنا احب يكون الفيديو الفني ده شويه عجبكم اللي جايه، فاتمنى ان انتم تشجعوني عشان نستمر في الفيديوهات. اي واحد عنده عيد ميلاد ولا في حاجه يجي ياخذ جاتو من هنا، شوفوا الاسعار بتاع الحلو والجاتو وكل حاجه موجوده هنا.
طيب يا صاحبي انا عيد ميلادي النهارده بقى فهجيب لي ايه ترى؟ جيب لك هذه الحمراء. حمراء ولا طيب يلا يلا قول لها. يلا. هو عايز يجيب 75 درهم بس. تعال هي اسعار. شوفوا كل حاجة موجودة لهنا، السوبر ماركت هذه من أرخص سوبر ماركت في دبي، كل حاجة موجودة فيها، الأسعار نتاعهم معقولة على الآخر، كما تشوفوا ديما معبية بالناس. هنا نحبوا نشوفوا الفرق ما بين الدومي هذا والدومي اللي في المكان الآخر، هذا لهنا الأسعار نتاعه 9 درهم، هناك في المكان الثاني بواحد درهم فقط. هنا زي ما تشوفوا تقريبا 9 درهم. الجزء اللي الواحد اصلا المفروض ما يصوروش، ولكن اللي انا حبيت الفت انتباهكم اللي هنا المقاطعه قويه جدا جدا لدرجه لا تتخيلوا ستاربكس او ستارفاكس مخلين العبوه دي بدرهم بس، فتخيلوا دي ممكن تكون الازاز دي واصله مثلا 12 او 15 او 18 ولكن هنا بدرهم واحد بس، وزي ما انتم شايفين مكتوب على الوكسايه، ده طبعا اكبر دليل على ان المقاطعه مستمره والناس ما زالت لحد دلوقتي ما بتجيش بجد والله وبس. يلا بينا والى هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، فما تنسوش تعملوا لايك وكومنت سبسكرايب. وعايز اقول لكم الجو حر موت وفي شاور يعني رطوبه عاليه جدا جدا، الواحد لو وقف هنا دقيقتين ثلاثه عايز اقول لكم ان طبعا هيطلع يغير اللبس بتاعه في الغساله. اسم السوبر ماركت ما ننساوش، هيبقى موجود تحت في الكومنت، هنضربه تحت في الكومنت هتلاقوه موجود.